بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لجريد 4. كنا بدأنا مع بعض في الفيديو اللي فات بشرح ليسون 3 اللي هو كان بعنوان Elements Around Us، وقلنا ان ربنا لما خلق الكون ده خلقه من مجموعة من الاليمنتس، وقلنا ان الاليمنت ده ابسط صورة ممكن تلاقي عليها الاوبجكت. يعني انت مثلا لو في كار، فابسط صورة للكار ده هي الايرون، هي الحديد. لقينا مثلا رينج، مثلا خاتم ذهب، فابسط حاجة ليها هو الجولد، يعني هو متكون من جولد. وبالتالي elements is the simplest pure form of matter that can't be decomposed. كلمة decomposed يعني يتحلل، ما ينفعش يتحلل into two substances or more. طيب، واتكلمنا عن ان في حاجة اسمها elements classification، او ان ال element classified according to their properties. يعني ال elements تتقسم بناء على صفاتها لحاجتين، حاجة اسمها metal وحاجة اسمها non-metal. طيب المتلز يا مستر ممكن تكون شكلها عامل ازاي؟ ممكن تكون سوليد او ليكويد. يعني ممكن تلاقي المتل ده سوليد صلب، وممكن تلاقي ليكويد. سوليد زي الكابر، ايرون، الومنيوم، جولد، سيلفر، والنون والليكويد بقى متل زي الميركوري. احنا عارفين ان ذا اونلي ليكويد متل از ميركوري. دي معلومة مهمة جدا، ان ذا اونلي ليكويد متل is mercury. الليكويد ميتال الوحيد هو ميركوري، بتيجي دايما في الامتحانات. طب النون ميتال يا مستر، النون ميتال سوليد ليكويد جاز، ممكن يكون سوليد زي كربون، سلفر، فوسفورس، ممكن يكون نون ميتال زي الليكويد، سوري نون ميتال ليكويد زي البرومين. سوري، يعني ذا اونلي ليكويد نون ميتال از برومين. ماشي. طيب الجاز ممكن يكون اي جاز بقى نون ميتال، اكسجين، نيتروجين، هيدروجين. يبقى النون ميتال سوليد وليكويد وجاز. سوليد زي كربون، سلفر، فوسفورس، ليكويد زي البرومين، وجاز زي اي جاز، اكسجين، نيتروجين، هيدروجين. دول المفروض ان انت حافظهم من الفيديو اللي فات، واتمنى ان انت لو مش حافظهم ترجع تاني تسمعهم كويس وتذاكرهم وتفهمهم وبعدين تحفظهم. طيب خلينا نبدا بقى، احنا هندرس ايه في الدرس ده؟ احنا هندرس صفات الميتال والنون ميتال، هندرس صفات الحاجات اللي اسمها ميتالز، وهندرس صفات النون ميتالز، ونعرف احنا ليه حطينا الجولد في الميتال ما حطيناهوش في النون ميتال، ليه حطينا الكابر في النون ميتال سوري في الميتال ما حطيناهوش في النون ميتال، ليه حطينا مثلا الكربون طبعا النون ميتال، وهكذا. تعال نبدا باول صفه اسمها ميتاليك لاستر. يبقى احنا هنمسك موضوع الميتاليك لاستر ده ونشوف الميتال فيه ولا لا والنون ميتال فيه ولا لا. بمعنى كلمه ميتاليك ماستر لاستر يعني البريق، ان هي بتلمع. انا لو جبت لك حاجات من اللي ربنا خلقها في الكون من الاليمنتس وحطيتها قدامك، هتلاقي في حاجات بتلمع ليها لاستر. كلمه لاستر يعني لمعه او لمعان. الحاجات اللي دايما بتلمع اسمها metals. They have metallic luster. يبقى أول صفة في metals إن the metals has metallic luster أو have metallic luster، إن هي ليها metallic إيه luster. فإحنا هنمسك أول صفة اللي هي صفة اللمعان ونقول metals they have metallic luster shiny، بتلمع. دايما metals إيه shiny، بتلمع. والنون ميتال they don't have metallic luster، ما عندهمش metallic ايه luster. they don't have ايه metallic luster، زي الكول اللي هو الكربون والسلفر، ما لهمش metallic ايه luster. يعني انت لو معاك خاتم ذهب، فهتلاقي خاتم الذهب ده بيلمع، فده جولد، فده كده يعتبر ايه، احطه تبع الميتالز. يعني انا لو معايا جولد احطه تبع الايه الميتالز زي ما اتعلمنا. طب ليه حطيته تبع الميتالز؟ لان هو شايني، لان هو بيلمع. طب لو انا معايا فحم، الكول ده اللي هو الفحم ده بيتكون من ماده او من اليمنت اسمه كربون. طيب الكربون ده بيلمع؟ الفحم فيه فحم بيلمع كده تشوف في صورتك وبتاع؟ لا، الفحم دارك جدا ما بيلمعش.
يبقى هو نون ميتال. ليه؟ they don't have metallic luster, not shiny, ما بيلمعش. not a they don't have metallic luster او not shiny. يبقى اول صفة هي الميتاليك لاستر. وتعالوا نشوف الاكتيفيتي ده. activity to prove shining property of metals. انا لو قدامي مجموعة الحاجات دي, قدامي كابر لوك وقدامي كول وقدامي نيلز وقدامي سبون, تفتكر مين فيهم ميتال ومين فيهم نون ميتال؟ طيب الكابر لوك ده شكله بيلمع وجميل اهو, وبالتالي ده يعتبر ايه؟ يعتبر ميتالز, تبع الميتالز يعني. طب الكول الفحم لا نوت شايني, النيل شايني, السبون شايني. وبالتالي لو انا جيت اشوف الكونكلوجن على او الاوبزرفيشن اللي انا هشوفها, ان نيو ايرن نيلز والكابر لوك والالومنيوم سبون ار شايني وايل كول از نوت شايني, يبقى النتيجه بتاعتي ان ميتالز هاف ميتاليك لاستر. الحاجات دي ميتالز وليها ميتاليك ايه؟ لاستر. انما النون ميتال هاف don't have metallic luster. ماشي. يبقى اول صفه ان الميتال بيلمع, النون ميتال ما بيلمعش. يعني الميتال شايني, النون ميتال نوت شايني. الميتال هاف ميتاليك لاستر, النون ميتال don't have metallic luster. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول ايه, على اول صفه الميتاليك لاستر. قلنا ان الميتال شايني يعني هاف ميتاليك لاستر, ده don't have. تعال نتكلم بقى على الالكتريك كوندكتيفيتي. يعني ايه يا مستر الكتريك كوندكتيفيتي؟ كلمه الكتريك كوندكتيفيتي مقصود بيها توصيل الكهرباء, توصيل الكهرباء, الالكتريستي. كلمه الكتريستي يعني كهرباء. عارف الالكتريستي دي يعني ايه؟ اللي هي انت بتشغل بيها الاوبريتنج ماشينز, انت بتشغل بيها الماشينز. انت لو عندك تي في مش بتحط الفيشه في الكهرباء؟ بتحط الفيشه عشان التلفزيون يشتغل, وبالتالي انت كده بتديله الكتريك انرجي, الكتريستي يعني. الالكتريستي دي بتبقى موجوده جوه الايه, جوه الاسلاك اللي ماشيه في الايه, في الشقه يعني, جوه الكابر واير. طيب المهم يعني تعالى نبتدي نفهم اكتر عن الالكتريستي. الالكتريستي موجوده برضو في البطاريه بتاعه الريموت. عارف الباتري دي؟ الباتري دي انت بتحطها جوه الريموت عشان تشتغل, هي بيكون جواها الكتريستي. فبيقول لك ايه, بيقول لك ايه, ان الميتالز بتوصل الالكتريستي. ما هي الالكتريستي دي عباره عن ايه؟ عباره عن شحنات او تشارجز كده, حاجات صغيره جدا بتجري جوه السلك ده. يعني لما نكبر شويه هنفهم الموضوع ده. المهم ان هي بتمشي جوه السلك الايه, الواير يعني. فبيقول لك ايه, ان الميتالز بتسمح بالالكتريستي ان هي تمشي جواها, انما النون ميتالز تقول للالكتريستي لا انت مش هتمشي جوايا. dont have electric conductivity, او ما عندهاش فكره الالكتر, او bad conductor of electricity. احنا بنسمي اللي بيخلي الالكتريستي تمشي جواه good conductor, وبنسمي اللي ما بيسمحش للالكتريستي ان هي تمشي جواه bad conductor. بمعنى انا لو جبت الشكل ده, لو كونت الشكل ده, يعني ايه؟ يعني رحت جبت باتري, والباتري دي جبت واير, وحطيت جوه الواير ده كوين. الكوين ده زي الربع جنيه والنص جنيه والجنيه وكده, اللي هو الحديد يعني, اللي هو اللي هو معمول من الفضه ده. ده ميتال لان هو شايني زي ما احنا شفنا, وكان بايه, وكان شكله يدي ان هو ميتال. فده جود كوندكتور اوف الكتريستي. هنلاقي هنا ايه, they are good conductor of electricity. يعني الميتالز بتسمح بالالكتريستي, او بتسمح للالكتريستي ان هي تعدي من جواها. طيب النون ميتالز, they are bad conductor of electricity. كل النون ميتال, فاكرين السلفر؟ السلفر ده نون ميتال. بص اللمبه ما نورتش لان هو bad conductor of ايه, of electricity. مش هيخلي الالكتريستي تمشي, تمشي من النيجاتيف وتروح للبوزيتيف او العكس. مش هيخلي الالكتريستي عموما تمشي, مش هيخلي الالكتريستي ايه, تمشي. طيب هل يا مستر كل النون ميتالز باد كوندكتور اوف الكتريستي؟ ودي معلومه للشاطرين بس. احنا عارفين ان الميتالز كلها جود كوندكتور اوف الكتريستي, بتوصل الالكتريستي, بتسمح الالكتريستي ان هي تمشي جواها. all non metal, sorry all metals,
all metals are good conductor of electricity and all non-metals bad conductor of electricity. هقولها تاني. All metals are good conductor while all non-metal bad conductor. كل non-metal bad conductor except one. يعني كل عيلة non-metals، يعني لو افترضنا ان في عيلة اسمها metal وفي عيلة اسمها عيلة non-metal، عيلة الميتالز عيلة كلها good conductor of electricity، انما عيلة non-metal كلها bad conductor of electricity ما عدا واحد بس في العيلة دي اسمه مستر جرافايت او كربون. ما هو الكربون ده non-metal ومفروض يبقى bad. لا، هو good conductor of electricity. يعني all non-metals are bad conductor of electricity except ما عدا، except دي يعني ايه؟ يعني ما عدا كربون. كربون ده اللي هو ايه، بندلعه ساعات كده نقول له جرافايت، يعني مثلا زي ما يكون واحد ليه دلع يعني، خلاص اسمه جرافايت، يبقى كربون او جرافايت. يبقى انا لو سالتك هل الكربون او الجرافايت باد كوندكتور ولا جود كوندكتور، هتقول لي جود كوندكتور. هقول لك ايه ده، مش كل النون ميتال باد كوندكتور؟ هتقول لي ايوه، كل النون ميتال باد كوندكتور اوف الكتريستي اكسبت ما عدا الكربون. الراجل ده كويس جدا وجود كوندكتور. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى لو جينا هنا عملنا تجربه اكتيفيتي نمبر 2 تو شو ability of metals and non-metals to conduct electricity، ان هم يوصلوا الالكتريستي. لو احنا وصلنا tip of pencil، ايه tip of pencil ده؟ اللي هو الجرافايت. عارف الجرافايت ده ايه او الكربون؟ عارف القلم الرصاص البنسل؟ البنسل ده لو انت كسرته، القلم الرصاص ده لو كسرته هتلاقي جواه هتلاقي جواه ايه؟ هتلاقي جواه المادة السودة دي اللي بتكتب بيها، الرصاص نفسه. فده الجرافايت، هو ده الايه، هو ده الجرافايت. تقدر ان انت لو وصلته بالكهرباء تتكهرب يعني، فاهم؟ طيب الميتاليك فورك الشوكة يعني عموما دي برضو ايه، ما هي دي ميتال هتجد يبقى هتوصل. طب لو حطينا كوين هتوصل، انما لو حطينا سلفر مش هتوصل. عموما اللي احنا خدنا بالنا منه ان the bulb light up in case of tip of pencil and metallic fork and the light bulb lights يعني نور in case of coin while doesn't light ما نورتش in case of e of sulfur. معنى الكلام ده ان metals are good conductor of electricity، metals تبقى good conductor of electricity while non-metals are bad conductor of electricity ما عدا واحد في العيلة دي، ما عدا واحد في non-metal اسمه carbon او graphite which is good conductor of electricity. ودي تيجي دايما يا شباب complete في الايه، في الامتحان. طيب heat conductivity، الheat conductivity هي صفة من الصفات اللي شبه بالظبط الالكتريك كوندكتيفيتي، وهبقى اسيب لكم فيديوهات تحت الفيديو ده ان انتوا في الديسكريبشن تحت في الوصف يعني تتفرجوا عليها براحتكم بالنسبه للهيت كوندكتيفيتي او الالكتريك كوندكتيفيتي. يعني ايه هيت كوندكتيفيتي؟ نفس الكلام، مش احنا اتفقنا ان الالكتريك كوندكتيفيتي ان الاليمنت يقدر يوصل الكتريستي دي اسمها الكتريك كوندكتيفيتي. فلو هو الاو كوندكتيفيتي، لو بيسمح للكوندكتيفيتي فهو جود كوندكتور اوف الكتريستي، انما لو ما بيسمحش فهو باد كوندكتور اوف الكتريستي. طيب في حاجه بقى تانية اسمها ايه؟ اسمها هيت. الهيت دي اللي هي الحراره. يعني انت مثلا ماما بتطبخ في المطبخ مثلا، فهي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الهيت، بتعتمد على السخونه او على الحراره عموما، يعني ان هي تسخن الحاجه او تبردها او كده. فبتستخدم دايما الايه اللي بتجهز عشان تقيت تعمل فاير وتبتدي ايه تطبخ الاكل. طيب علشان الهيت تمشي من الاوفن من البوتاجاز نفسه للبان اللي بتطبخ فيها، لازم الحلة اللي بتطبخ فيها بتسمح للحرارة ان هي تخش. يعني في نار والنار دي حطيت عليها حلة والحلة جواها مية، ازاي الحرارة او الهيت السخونة هتوصل لجوه الووتر؟
لازم تعدي الاول على الايه، على الحله نفسها. فلازم تكون البان دي لازم تكون مصنوعه من ميتال، يعني جود كوندكتور اوف هيت. بمعنى انا لو رحت جبت تجربه ورحت جبت مسمار حديد او دبوس، والدبوس ده رحت دبوس حديد طبعا، ورحت حطيته انا ماسك الدبوس اهو او ماسك المسمار، ورحت فضلت ماسك المسمار ده وقربته على النار، وفضلت بخلي المسمار على النار وانا ماسك الايه المسمار، هتلسع ولا مش هتلسع؟ اكيد هتلسع. ليه؟ لان الحاجه اللي انا ماسكها سمحت للهيت ان هي تعدي من خلالها، يعني جود كوندكتور اوف هيت سمحت للهيت الحراره ان هي تمشي جوه الايه، تمشي جوه الاوبجكت اللي انا ايه اللي انا ماسكه. زي بالظبط لو حطيت مسمار في الكهرباء، ما هو المسمار ده مصنوع من ايرن، والايرن جود كوندكتور اوف الكتريستي، هتتكهرب. نفس الكلام نفس المسمار لو حطيته على النار هتتلسع. ليه؟ لان هو جود كوندكتور اوف هيت. يبقى احنا عندنا صفه تانية اسمها هيت كوندكتيفيتي. اسمها ايه؟ اسمها هيت كوندكتيفيتي. الميتلز ار جود كوندكتور اوف هيت، يعني الميتلز لحد دلوقتي جود في كل حاجه، جود في الالكتريستي، جود في الهيت. طيب انما النون ميتلز، اول نون ميتلز ار باد كوندكتور اوف ايه؟ اوف هيت. اول نون ميتال ار باد كوندكتور اوف ايه؟ اوف هيت. خلاص يا شباب. طيب تعالوا ناخد اكتيفيتي. الاكتيفيتي ده اكتيفيتي حلو قوي. بيقول لك ايه؟ انا هروح اجيب شمعه واولعها هنا، وهجيب برضو نفس الشمعه، يعني اجيب شمعه ثانيه واولعها، وهجيب ايرن بار، يعني هجيب ايه حته حديد واوصلها، وهجيب حته كربون. خليك فاكر دايما ان الايرن ده ميتال والكربون نون ميتال. طيب لما يسخن الحديد، الحديد ده جود كوندكتور اوف هيت ولا لا؟ اللي هو الايرن جود كوندكتور اوف هيت، فالهيت هتفضل ماشيه ماشيه. هو حاطط من الناحيه الثانيه حته شمعه، حته ايه؟ شمع مثبته على الايه؟ على الحديد ده. تفتكر الشمع ده هيسيح ولا لا؟ هيحصل له ميلتنج ولا لا؟ فاكرين ميلتنج يعني يتحول من سوليد لليكويد؟ هيحصل له ميلتنج. ليه؟ لان الحديد ده هيسخن 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 ويسيح الايه؟ ويسيح الشمع ده ويقع. انما لو انا حطيت الشمعه دي على كربون، طب ما الكربون ده نون ميتال، الحراره مش هتمشي اصلا، هتمسكه من الناحيه الثانيه ما تلسعش. يعني تخيل كده انت ماسك حته خشب، وحته الخشبه دي او الوود ده هي مولعه من الناحيه الثانيه، هل هتتلسع؟ هل الخشب بيلسع؟ لا، على فكره مش هتتلسع، لان هو باد كوندكتور اوف اي اوف هيت. يبقى انا عندي هنا النون ميتلز باد كوندكتور اوف هيت، انما الايه الميتلز جود كوندكتور اوف اي اوف هيت. هنبتدي ايه؟ هنبتدي نتكلم عن الاكتيفيتي ده. تعال نبص عليه. بيقول لي هنا the piece of wax melts at different periods in case of iron. هيبتدي يعني يسيح. The piece of wax doesn't melt. الكونكلوجن على الكلام ده ان الميتلز ار جود كوندكتور اوف هيت وايل نون ميتلز ار باد كوندكتور اوف هيت. هنقف لحد هنا. احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن 3 بروبرتيز، اتكلمنا على ال اتكلمنا على ال الميتاليك كلاستر، اتكلمنا على الالكتريك كوندكتيفيتي، اتكلمنا عن الهيت كوندكتيفيتي. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على ميلتنج بوينت و الماليابيليتي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. لينك الملزمه دي موجود تحت الفيديو، او ممكن تبعت لي في اي وقت على رقمي في واتساب لو عندك اي سؤال او اي استفسار. ده رقمي على الواتساب، تقدر تبعت لي، ابعت لك الفيديوهات دي او الملازم. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. كنت معكم مستر احمد الباشا. باي باي.